السلام عليكم. مع وصفات موالية جيتكم بوصفة صيفية خفيفة اللي هي خبيزة البطاطا ماشي مقليين، محمرين فقط في المقلة، محشيين بالفرماج بواحد الصوص خفيفة وهايلة وباردة. تبعي معايا للأخير باش تكتشفي الطريقة كيفاش حضرت هذا الطبق تاع النهار اليوم. أول حاجة نبدأ بها عندي هنايا بطاطا اللي كنت غليتها. أنا دائما نغليها بلا ملح، نخاف إلا نديرها مالحة. كي نصفيها من هذاك الماء ندير لها الملح، هكذا نعرف شحال ندير. اذا ندير كميه نتاع الملح، نزيد لها التوابل ديري اللي حبيتيهم. انا ندير فلفل الكحل فقط، تقدري ديري العكري، كركم، ديري واش حبيتي. ندير لهم شويه تاع المعدنوس، انا عندي هنا اليابس والا يكون عندك طري لكن باختيار. من بعد نطحنها مادام هي سخونه مع التوابل هكذا باش يدخلوا فيها مليح. بعد ما طحنتها نزيد لها مغرفة كبيرة نتاع النشا اللي هي لا مايزينا، ومغرفة كبيرة تاع مغرفة كبيرة تاع لا شابلوغ، خبز يابس مطحون. دوك انا في هذه الكمية القليلة درت مغرفة مغرفة، على درتي بزاف حوالي كيلو دبلة تاع بطاطا. ديري زوج مغارف زوج مغارف، راح نضيف عليهم بيضة كاملة كما سبق وذكرت. إذا درتي كمية أكبر يعني هنا واش ديري، ضعفي البيض ضعفي النشا، تقدري تعوضيه بالفرينه ولا شابلوغ. اذا نخلطهم هكذا مليح ونخلي هاد البطاطا تبرد شويه. نعرفوا انه البطاطا كي تبرد شويه رايحه تشد روحها. من بعد ما بردت شويه هي معانا، شوفوا كيفاش تجي. هنا واش ندير، نحكم الفرينه. هنا من الاحسن نستعملوا الفرينه. اذا نغبر يدي بشويه تاع فرينه، نحط كميه تاع البطاطا على هذا. قلت لكم لازم تبرد شويه باش تقدري تتحكمي فيها. دائما الفرينه هكذا من تحت، ندير فيها في الوسط قطعه نتاع فرماج، راح تجيك العمليه ولا اسهل. هكذا معنا ونرمدها ونخدمها هكذا خبيزه بهذه الطريقه. نزيد وحده امامكم، ندير شويه تاع الفرينه هكذا في يدي. العمليه بزاف سهله، نحط قيس مغرفه كبيره تاع البطاطا، ندير هكذا قطعه نتاع فرماج ونغلقها، ما تلصقش كامل في يدي وما تقلقنيش. فوالا ها هي، نشكلها على شكل خبيزه. دوك انا تي حبيتيها كبيره ولا صغيره. هذا درت له شويه تاع فرينه ونحطهم بهذه الطريقه. من بعد هنا عندي مقله تكون ما تلصقش طبيعه الحال، نشعل عليها النار وندير فيها زيت لكن ما نكترش. يعني هاد الخبيزات ما نشرح نقليهم ولكن نحمرهم من جهتين فقط. هذا واش ندير، نخليها تسخن مليح. من بعد ما سخنت مليح نبدا دوك الخبيزات ونحطهم وما نمسهمش كامل، يعني حتى يتحمروا. على هذا كما سبق وذكرت المقله لازم تكون عندك مليحه وما تلصقش. هكذا نخليهم يتحمروا من جهتين بهذه الطريقه. بعد نقلبهم الجهة الثانية غير بالعقل بطبيعة الحال. شوفوا كيفاش تحمروا الله الله. على هذا كما سبق وذكرت لازم مقلة تكون مليحة. إذا نحمرهم من جهتين، النار راهي ناقصة، هذا باش يطيبوا نار للداخل. بعد ما تحمروا من الجهتين لاحظوا هاي يعني الجهة الثانية، شوفوا كيفاش تحمروا لنا. نحيهم وراهم واجدين معنا، لاحظوا معنا جو روعه. هاد الخبيزات حبيت نقدمهم مع اون صوص. واش راح ندير فيها؟ راح ندير فيها 2 علب نتاع لبتي سويس، هكذا باش ما يجوناش ناشفين. تحسي انك تاكلي فيه حاجه يعني تكون بنينه ومتكامله في البنه تاعها. اذا ندير 2 علب تاع لبتي سويس. من بعد انا راح نزيد لها شويه تاع الكاتشب، كيما تقدري تضيفي لها شويه تاع الهريسه اللي يحب الحار. انا لكن اختيار، انا حبيت ندير الكاتشب باش ما تجينيش حاره. ندير لها شويه طبيعه الحال نعرفوا ان البيتيس في الصامت. ندير له الملح وكميه نتاع فلفل الكحل ونخلط كل شيء مع بعض هكذا. والصوص تاعنا تكون واجده معنا. اذا الوصفه تاع النهار ما هي معنا واجده، قدمتها مع لاصوص اللي جهزتها. هاد لاصوص تقدري تخبيها في الفريجيدر حتى الاسبوع، سمانه ما تستهلكي فيها. ها هما الخبيزات تاعنا تاع البطاطا، لاحظوا معنا جو هايلين خفاف. هذاك الفرماج
في الوسط يعني هكذا، وتغمسي فيها ديك لاصوص وتستهلكيها. بزاف بنينه وخفيفه في هذا الصيف والسخانه، هذا واش ينفع. جربي الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.